السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ جاي النهاردة اعمل معاكم صوص الكراميل. المكونات: كوباية وربع سكر، كوباية لبن، معلقة نشا، نص كوباية لبن عشان النشا، ومعلقة كبيرة زبدة. مع بعض على النار هنشوف هنعمل ايه. جينا على النار بقى، حطينا حلة، لازم تكون الحلة واسعة وكبيرة شوية علشان هنحط اللبن، هيعمل فوران ممكن يفوت بره الحلة. هننزل بكوباية السكر، نفرد الكوباية كده بس واحدة واحدة كده، ولما يسيح معايا، مش هحركه الا لما يسيح من الجناب كده ويطلع لون. ف واحدة واحدة مع بعض هنشوف هنعمل ايه. هنيجي بقى عندي معلقة النشا، على بال ما السكر يكرمل معايا هنحط كوباية، نص كوباية اللبن، وادوبها فيه واسيبها كده جنبي لحد اما ايه السكر يكرمل معايا، ونشوف هنعمل ايه. جينا بقى عند الكراميل، بصوا ابتدى يسيح من الجناب اهو، فهنيجي بقى نقلب فيه واحده واحده كده عشان ياخد معايا اللون، ما يتحرقش معايا، ياخد معايا اللون الفاتح ما يتحرقش معايا. وتخلوا النار واطيه. بصوا فك معايا ازاي، هفضل اقلب فيه لحد ما يبوش خالص سكر اهو. بعد ما يفك معايا هنزل على طول عليه معلقه الزبده. بصوا يا ريت تخلوا ايدكم فيه كده والنار واطيه، علشان لو لونه غمق هيمرر معاكم. واحده واحده كده وانا معاكم هنشوف هنعمل ايه. هنزل بمعلقة الزبدة، تدوب معايا واحدة واحدة، وبعد كده هنزل بكوباية اللبن، وكوباية اللبن تكون سخنة علشان ما يمسكش معايا، ولو مسك معايا هفضل برضو ادوب فيه، ما تقلقوش من الحتة دي، ما تقلقوش خالص. فانا هنزل باللبن دلوقتي اهو، والنار واطيه. بصوا اللبن فاضي ازاي، فانا بقول لكم تكون الحله كبيره علشان تستحمل فوران اللبن اهو. كده هفضل اقلب، نار هاديه، هفضل اقلب. ما تخافوش لما يعمل كده معاكم، يمسك معاكم ما تخافوش خالص، هتفضلوا تقلبوا فيه لحد ما يتكرمل كله ويسيح مع بعضه. وبعد كده لو لقيتوه حتى مفتت، عندكم هاند بلندر ممكن تضربوه بيه اهو. فك معايا، بصوا اهو، وباش كل حاجه باشت فيه اهو، مفيش اي حاجه. هنزل بقى بمعلقه النشا، معلقه النشا ولبن، واحده واحده بس يغلي معايا. مجرد ما بيغلي معايا يبقى كده انا بسوي النشا فيه، وكل حاجه هتبقى مظبوطه، والصوص هيبقى جاهز معايا. وهو كده خلاص جاهز معايا يا حبايبي، بصوا تقلي ازاي اهو كده، واستوت معايا كده النشا في قلب اللبن في قلب السكر كله مع بعضه كده. خلاص نطفي عليه يهدى معايا شويه، وهو اقربه لكم اهو. دلوقتي انا صبيته في طبق علشان يبرد معايا، احط بس اغطيه كده كده، وهنسيبه يبرد شويه وبعد كده هوريه لكم. اهو برد معايا، يعني خد له نقول نص ساعه كده او اقل، برد معايا. هنشوف بقى سمكه قد ايه اهو، بصوا عامل ازاي اهو. نفس المكونات اللي انا عملتها هي اللي طلعت سمكه بالطريقه دي اهو، حلوه قوي لتزيين اي حاجه، لتورتات، لاي حاجه اهو. بصوا عامل ازاي، يا رب بس تكون كاميرا التليفون جايباه اهو. حلو معايا وجهز كده، وطريقته سهله قوي وبسيطه، تزينوا بيه تورتات، كيكات، اي حاجه يعني. هو حلو جدا وبيبقى طعمه حلو قوي، في خصوصا في الكنافه بيبقى طعمه جميل جدا. النهارده جاي اعمل معاكم صوص الشوكولاته. المقادير بتاعته
تلات أرباع كوباية سكر، تلات أرباع كوباية لبن، تلات أرباع كوباية زيت أو نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، زي ما انتوا عايزين. تلات معالق كاكاو وفانيليا، ممكن تستغنوا عنها. دلوقتي هنجيب الخلاط، هنحط بقى ايه، هنحط السكر وهنحط اللبن، دول اول حاجة، وهنحط تلات معالق كاكاو. وهحط عليهم الفانيليا والكاكاو خام يا حبايبي، علشان بيدي مع الزيت سمك حلو قوي، الخام حلو جدا في الصوص. هضربهم وارجع لكم. انا ضربت المكونات اللي انا حطيتها قدام حضراتكم اهي، بصوا، ولسه ما حطيتش الزيت. وهو تقل ازاي؟ طبعا الزيت بقى هنحطه ازاي؟ واحده واحده، يعني مش هنحط الكميه كلها عشان الخلاط ما يبقاش تقيل عليه الصوص، لا هنحط حبة حبة. يعني ايه؟ ربع كوباية الزيت، ربع ربع، هضربه وهرجع لكم. وهي الكمية اللي انا قلت لكم عليها اهي، عملتها كلها. طبعا الكاكاو نوعه حلو فتقل جدا، من تقل اكتر من الكمية اللي انا حطاها بتاعت اللبن، فانا زودت عليها نص كوباية لبن تاني. يا ريت تعملوا كده علشان خاطر انا، ما يعني اقول لكم ان انا ضربته مظبوط بنص كوبايه لبن زياده، وبقى وضرب معايا في الخلاط، واهو بصوا تقيل ازاي وسهل جدا. ويا ريت يكون الزيت يا جماعه اللي انتوا بتحطوه يكون زيت نباتي، زيت نباتي بيبقى حلو جدا في الصوص ده، صوص شوكولاته. اهو بصوا انا هصبه قدامكم، هنزل الكميه وراها، هي كمية، وفي كمان كمية تانية حطيتها في كوباية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنضرب مع بعض دلوقتي الكريم شانتيه. معايا تمن شانتيه خام، ومعايا سكر بودرة، ومعايا المية متلجة، يعني فيها تلج، بس انا مش هاخد تلج طبعا، هاخد بس المية، هاخد منها نص كوباية، ونحط واحدة واحدة علشان الكريم ما يسيبش مني، تمام. وطبعا الكريم الخام ما بيبقاش فيه سكر، فانا هحط معلقتين سكر بودره بس كده، وهنضربه مع بعض. بس لازم اقلبه كده علشان المضرب ما يطيرش معايا البودره بتاعته، وبعدين نضربه مع بعض. كده خلاص انا ضربته، بصوا عامل ازاي، خد معايا بس ربع كوبايه ميه ساقعه متلجه، علشان لو عايزينه بقى خفيف عن كده ممكن تزودوه حوالي اقل من ربع كوبايه ميه تاني، علشان خاطر لو عايزينه ايه فاكك شويه او سلس معاكم عن كده، تمام. وهو خلص كده معايا، وتعرفوا ان هو مضروب كويس بسبب المنقار اللي بيعمله ده كده اهو. وهو يا حبايب قلبي خلص معايا، وبص عامل ازاي وهشش ازاي، وعلى فكرة عامل معايا كمية كبيرة. الطريقة سهلة قوي وبسيطة، وقلت لو خام تزودوه معلقتين سكر بودرة، لان الخام بيبقى من غير سكر، اما الباكت الجاهز فبيبقى بسكر، فممكن ما تحطلوش، لكن دوت يتحط له سكر لانه بيبقى دلع من غير سكر. الطريقة سهلة وبسيطة، ويا ريت لايك وشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الجديد، فضلا مش امرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.